عاد جينا من بروكسل. صراحة الأجواء مزيونة في مطار طنجة، استقبال كان في محله، وكنشكروا الطاقم مطار طنجة كامل. صراحة إحساس مزيون، وكنشكر الأسرة ديالي على الهدية اللي جابوا لنا، وكنشكر الصديقة ديالي، الهدية كانت سيارة. الله يعطيك الصحة، شكرا. وكنشكر الأصدقاء ديالي على الحضور ديالهم، وشكر خاص قناة طنجاوي. التخفيض كان مناسب، ولكن أنا للأسف ما استفدتش من العرض، قطعت قبل للأسف ما استفدتش. ولكن بالنسبة للمعاملة والاستقبال، كان حسن الاستقبال حسن المعاملة. كنشكروا جلالة الملك محمد السادس. السلام ورحمة الله. الله يسلمك أوليدي. أنا كنجي جوج نوبات في العام، كنجي كنبقى هنايا 3 شهور 4 شهور، عاود نرجع، عاود نبقى تما، عاود 5 شهور 4 شهور عاود نجي. انا كنتوحش المغرب بزاف. انا في الحقيقه هو الملك جزاه الله خيرا، عمل الخير في عباد الله. حق انا كنت قطعت قبل، انا الورقه ديالي غاليه، انا خلصت 400 الاورو غير في المجي. زعما القرار ديال الملك ملي رخص التذاكر ديال الطيران، سيتادير عمل واحد لي جيست فريمون انكرويابل. الناس كامله فرحانه، كامله فرحانه وفرحت بزاف، والناس كانت طايره لهم زعما بزاف بالثمنات اللي كانوا زادوها، مع دابا اسبانيا مجدوده وكامل الناس خصهم يجوا في الطيار. يا لوغ لو بري زيتي انكرويابل، مي دابا الحمد لله فرحوا بزاف بزاف الناس. الجاليه كلشي كتنصر الملك، كلشي فرحانه، كلشي يعني ما نقولكش، كلشي اللي تهضروا اللي نشوفوا حنايا في التليفون كيهضر، وتما عاود براتي كيهضر على الملك. الله ينصرو. الله يسلمك اوليدي. انا الشغل ديالي ما عندي والو، كنا في الدار وجلس على راسي، ما خدامه ما ردامه على الدار ديالي صافي. عمي مزيان، عمي مزيان بالحق. انا ما خلصتش، ما جي با بخي سو بخي لا، ما جاي با لا بروموسيون. انا خلصت ديك اللي شحطوني شحطوني. والله يحفظه، ماشي غير في هذه، في اي حاجه، في اي حاجه، ماشي غير في هذا اللي عطاه هذا الرخصه لنا هذا الشعب. واخا حنايا كنا ديجا مع مقطعين، قطعنا كنا في شهر واحد، وعاود مشانا وقطعنا في شهر زلت. بالحق الفرح د الناس اللي كانت فرحانه ما عندك ما تشوف صافي. الشعور ديالي كشعور اي مواطن كيدخل المغرب، يعني الفرحه نشوفوا العائله. ما كنشكروا جلاله الملك نصره الله، والله يطول عمره، يعني اللي ما جا المغرب يعني نقول لهم اجيو بحالكم لبلادكم، ويعني هذه فرصه. الحمد لله دابا كاين يعني اللي بزاف ما جا، وكاين هذه هي الفرصه، يعني ما لقاوش بحال هذه الفرصه هذه. يعني كاين تخفيضات، كاين تسهيلات، كاين كل شيء الحمد لله. وكنشكروا الجميع اللي سهر على شي حاجه في حقنا. الله يرحم الوالدين، الله يجازيهم بخير. طبعا الحال هذه فرصه سعيده، يعني المده طات باش يكون واحد اللقاء حميمي، واحد اللقاء يعني ساخن ما بيننا وبين الابن ديالي اللي في المانيا. وطبعا الحال انتظرناه بزاف مرات، هذه تقريبا سنتين. ايوا تنتمنى من الله باش تبقى الامور يعني تكون على احسن ما يرام، ويرفع لنا الله هذا الوباء اللي كان سبب في طبيعه الحال فوضى حد ديال التواصل بيننا وبيناتهم. جميل جدا وقرار رائع، يعني باش سهل واحد الماموريه على الجاليه المغربيه المتواجده في اوروبا، وخلاهم بطبيعه الحال باش يتواصلوا يعني بواحد الطريقه ايجابيه مع الاهل ديالهم هنايا في المغرب. كل شيء جاش بخير وعلى خير، فهمتي. كاين بعض الامورات اللي يعني من ناحيه ديال التنظيميه خصها تكون احسن، ولكن الامورات بخير. مثلا لي زانفورماسيون اللي كيعطيو المعلومات، كيعطيو المعلومه وكيعطيو الناقد ديالها لا كونتراديكسيون. حنا هو كيقول لك هذه الوثيقه ممكن، وهذه غدا كيقول لك ماشي ممكن، وفي الطناج ديالي اللي كيقول لك لا خصك تخرجها. وهذه الامورات يعني كتعقد الامور شي شويه، ولكن الامورات في مجملها يعني الامورات بخير وعلى خير. الحمد لله ملي فتحوا بعداك جينا نطلعوا الاهل والاحباب، ونتمنوا تكون الامور بخير وعلى خير. هذه واحد سنتين ان شاء الله الرحمن الرحيم، سنتين قبل الكوفيد. عندي الوالده هنايا كانت معايا وهودت، حصلت هنايا مسكينه بقات هنايا، فهمتي. نجيو نطلعوا عليها ان شاء الله، فهمتي كيفاش. دابا حنا بحال ديك كنطلعوا نشوفوا، اذا كانت الامور بخير يعني نهودوا الوليدات ونجيبوا العائله والاصدقاء ديالنا ان شاء الله.
لا الحمد لله الرحمن الرحيم، ولكن ما هو قرار حكيم ومزيان، والحمد لله بان صاحب الجلاله دائما كيكون عنده يعني البادره الطيبه اللي ما كتعملهاش الحكومه والناس ياخذين ديال البرلمانيين ولا والو. ولكن هي واحد المؤاخذه، هو هذه الامور يعني تكون البلانيفيكاسيون ديالها تكون على قبل. دابا في بروكسل كاين الصف، وقيلا نقول لك انا 2000 ديال الناس حدا لاجونز ديال رواي ماروك، كنظن في المغرب نفس الشيء. والاسمنه اللي كيقولوها ملي كندخلوا لو سيت ما كنجبروهاش، انا مقطع 1200 و 150 الاورو، انا مقطع 1200، يعني شي حاجه في التيوري حاجه وفي الواقع حاجه اخرى، فهمتي؟ حنا كنتمناو هاد الاجراءات كانت تكون قبل وتكون المواكبه ديالها، مش صاحب الجلاله ملي كيقول واحد الحاجه كتكون المواكبه، والانسان ما يبقاش كيتسنى حتى هو ديك الزحام، كيكون على بكري كتخلي الافاق الناس اللي غادي تمشيو غادي تشوف مثلا الامور ديالها بسلاسه، ما وتكون ديك الشيء، فهمتي؟ نتسناو حنا دائما صاحب الجلاله صاحب الجلاله، الناس الحكومه راه عندنا مخلصه اكثر من ديك الشيء، البرلمانيين مخلصين خصهم يعملوا، فهمتي؟ والمجالس خصهم يعملوا ديك الشيء، ماشي نتسناو حنا على صاحب الجلاله دائما، فهمتي؟ خص يكون هو يعمل المسؤوليه، يتحمل المسؤوليه ديالو، ونجيو بهذه الارض القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم، كاين تقدم كمان كراجي يكون احسن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.